مرحبا بكم مشاهدي قناة التغيير الفضائية، نطلع على عيونكم الجميلة بحلقة جديدة من برنامج جولة مراسل. اليوم حلقتنا راح تكون خطرة بعض الشيء، بها نوعا ما تشويق. راح تكون حلقتنا بمناحل العسل، راح نعرف اليوم العسل الأصلي وراح نعرف فوائده وراح نعرف كيفية استخلاصه بصورة صحيحة. راح يرافقنا طبعا الأستاذ علي المرشدي بهذه الجولة. أهلا وسهلا بكم، أهلا ومرحبا. أهم محضر لكم بدلات لأنه أدري الجماعة شوي قلقين خايفين. فإن شاء الله أنا أخاف طبعا، أنا أخاف اليوم من النحل هذا. إن شاء الله اليوم ينقرصون ينقرصون الجماعة. أهلا ومرحبا بكم. يا أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، راح تكون هذه الجولة أكيد ممتعة، رافقونا تعالوا. وصلنا الآن للموقع الخاص بهذا المنحل، خلفي هذا هو الموقع، وراح نرتدي الوقاية من يعني لسعات النحل، ووراها راح نوافيكم بهذه الجولة. هسه احنا حاليا راح نبدي نفحص احدى الخلايا. زين، هذا نجيب ورق مقوى او ليف مال نخل او مطار اللي يعرفوه اللي عايشين بالعرب او بالمناطق الريفية. هذا الدخان ندخن به الخلايا في سبيل النحل يهدأ، يلجأ النحل الى اكل كميات من العسل فيهدأ النحل، ما يهاجم الها، لانه احنا راح نحرك النحل وراح نهزه، فاكو نحل هو مدافع عن الخلية، فاحنا بالتبخير بالدخان هذا راح نقلل يعني هجوم النحل علينا. هذه ليش موجودة يعني؟ طبعا هاي احنا هذا احنا بالصيف نعوفه في جزء من تبريد الخلية، هذا يصير بيه ندى بالليل، ندى، فمن تهب رياح يصير نوع من تبريد للخلية، إضافة إلى حماية، يعني حماية من يمكن سمعون اكو طير هسه نحاول ناخذه لكم، اسمه طير الوروار، هذا من أعداء النحل، هسه بعدين نجي من نسولف لكم على أعداء النحل، فهاي فد نوع من الحماية ونوع من التبريد للخلايا بالصيف. هسه بدينا احنا أول شيء ندخن هاي الخلية، نفتحها بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي الخلايا هسه احنا حاليا احنا بشهر التاسع، عموم النحل بالعراق يتراجع مستوى من شهر الثامن الى نهايه شهر التاسع، بعدين شويه فتره تزهير السدر يرجع ينشط، وبعدين هاي، لذلك هسه الخلايا في خلينا نقول في اسوأ حالاته، يعني في موسم التراجع. هسه احنا حاليا في موسم تراجع النحل، هذا هسه هذا اطار نحل، هذا هسه انا بالصف سحبته اول واحد، هذا هسه لو تشوفون اكو لمعه ما اعرف تطلع بالكاميرا، هاي اللمعه اللي هي عسل، هذا الشهد يعني عسل بعد ما ناضج ما مختوم، هذا معناته احنا من نشوفه معناته اكو مصادر والنحل قاعد يجمع، يعني هسه هاي الخليه اكو مصادر والنحل دا يجمع عسل بهاي المنطقه بهاي الفتره، بهاي الفتره حرجه شويه حرجه يعني نوعا ما حرجه. طبعا هذا شمع، هذا شمع تلزق به الاطارات وحده بوحده، واكو منتج كلش مهم اللي هو هسه كلش اشتهر، اللي هو هذا اللي هو عقبر النحل البروبلكس، هذا فد منتج. شنو فائدته؟ بعدين نجي هذا انتي بايتك طبيعي ويدي يستعمل زياده المناعه، وهسه بالظرف الراهن مال كورونا صار الى صيت كلش قوي وقام ينباع بكميات كلش كبيره، بس جمعه شويه نحس، يعني تشوفون هيك غرامات ينجمع، هذا من كل خليه هيك ينجمع غرامات غرامات، هذا هذا يصير على شكل حبايه وينوخذ، بعدين هم نجي عليه بالتفاصيل منتجات الخليه ان شاء الله. زين، عندنا هسه هذا الاطار، شوفوا هسه هذا هنا نقدر هواي نشرح عليه، شوفوا عيني، هذا عسل مختوم، هذا جاهز للفرز، احنا طبعا مو هيك، الاطار جاهز للفرز يكون كل الاطار بهالشكل، بس احنا حتى نبين للمشاهدين، هذا هسه شوفوا هذا عسل جاهز للاكل او للفرز، ذاك اللي رويناكم اياه اول مره كان شهد، كان بعده ما مختوم، يعني نسبه رطوبته عاليه بعد ما ناضج، هذا النحل من ينضج العسل يوصل لهالدرجه يختمه. هذا هذا شوفوا هذا، هاي عبارة عن يرقات كاملة، يعني بيضة ملكة، هاي سبحان الله الملكة، هاي تقدر تاخذها زوم، هاي مهم مهم تاخذها زوم، هذه الملكة، زين هاي ملكة النحل، هاي هسه بالصدفة احنا، هاي الملكة. شنو دور الملكة؟ دور الملكة تنظيمي، يعني الملكة هي العمود الفقري للخلية،
بفقدان الملكة تفقد الخلية هواي أمور. الملكة وظيفتها توازن بين البيض، كمية البيض اللي توضعها وكمية الغذاء والنحل، النحل الحاضن الموجود بالخلية. لذلك تشوفون بالصيف من تقل كمية الغذاء الملكة احنا نصيح لها تقطع بيض بعد قمة تبيض أو تبيض في شيء كلش قليل. هذه حضنة، هذه بيض ناضج يعني يرقة بيضة ثم تفقس يرقة بعد 3 أيام، بعدين تصير يرقة توصل في مرحلة يختمها النحل 21 يوم بالنسبة للعاملة، 21 يوم تطلع نحلة كاملة، نحلة عاملة كاملة. النحلة العاملة الكاملة عمرها من يوم من يعني يصير ماكسيموم 3 أشهر، وبالموسم موسم الربيع عمرها يقل لأنه يصير عليها لود شغل سبحان الله، فيقال انه يوصل عمرها للشهرين. طبعا هذا خل رجعه. طبعا هذا واحد من اعداء النحل اللي هسه شوي لا خلينا نسولف عليه، اللي هو زنبور الاحمر او يصحوا له ذئب النحل، هذا اللي شفناه هسه، هذا واحد من اعداء النحل. هسه خلينا نشوف اطار لك. هذا الاطار انا ما اعرف يعني يقدر ياخذ بداخل العين، اي هذا يقدر يوصل لنا. هذا داخل الإطار راح تلقون بيض، بيوض صغار كبرة المناية. البيضة إذا كانت عمودية معناتها عمرها يوم، عمر اليوم الحد 3 أيام تبدي تميل، يومية تميل لحد ما تقعد وتتقوس وتفقس بعد 3 أيام بيضة الملكة. وراح تشوفون يرقات اللي هي هاي، وراح تشوفون الحضنة الكاملة اللي هي هاي اللي هي جاهزة للفقس. وطبعا أكو عسل اللي هو غذاء لهذا. احنا انا بس دا احاول القى حبوب لقاح، بدا احصل حبوب لقاح بس دا حصلنا اللي هي اليرقه. استاذ جاسم لا تخاف، هادئ جدا ساشوفاني كلش طبيعي. يرقه هذه، شوف البيضه وهاي الحضنه وهذا عسل اطراف الاطار. مالك نفس الحد هذا؟ لا بالعكس، الحد نحن هادئ جدا يعني يوم نحن لأنه الظاهر أكو مصادر غذاء. هذا الإطار يعني أيضا عسل، سلو شوفوا لامع أيضا لماتين بعسل جامع عسل النحل. طبعا هسه هيك وقت أصور أكو مخاضير يجمع من عندها، وبداية تزهير السدر يعني إحنا ننقل المكانات اللي بيها سدر النبق بالضبط، وهو طبعا أغلى وأشهر أنواع العسل. هذا تقريبا فارغ، لا والله بالسمية من أنا بنفس الفكرة. هاي أخذ لي زوم، هاي خلي أراويهم العسل. هذا العسل المختوم، هسه لو شوفه هذا العسل المختوم. شلون نقدر نعرف العسل هذا أصلي أو مو أصلي؟ هاي بعدين بنسولف على العسل. يعني هسه إحنا عندنا، أنا أريد أسولف لكم على موضوع الخلية شنو بيها أول شيء. هسه هاي الخلية شنو بيها؟ بيها رقم واحد الملكة. الملكة تعيش معدل عمر 3 سنوات. النحال الشاطر ما يخلي ملكة عمرها كبير، لأنه هي العمود الفقري للخلية، فمن تهرم الملكة تقوم ما تبيض بصورة صحيحة، بالنتيجة الخلية كلها تنهار. فإحنا بالعادة أكو نحالين لمدة سنة، أكو نحالين مدة سنتين يبدلون الخلايا. هاي واحدة. الشيء المهم الثاني الكلش مهم انه التطعيم بالملكات المنتخبه. طبعا احنا عندنا سلالات معتمده بالنحل، هاي السلالات معتمده عالميا، باك فاست، كرينيولي افريقي، يعني اكو فد 19 نوعيات نحل. نجيب ملكات مستورده منتخبه معروفه الاصل، اماي احنا نصيح لها. هاي شو نسوي؟ هاي ننقش بها المنحل، يعني ننزلها بخليتين، بعدين الخلايا من بناتها نطلع ملكات نخلي للمنحل كامل. كل سنتين كل 3 لازم هاي العملية نسويها حتى لإدامة قوة المنحل. هاي بصورة عامة الملكة. الشغلة الثانية اللي هي العاملة، قلنا العاملة تطلع 21 يوم من بيضة مخصبة. هاي مهمة، العملية شوية معقدة، من بيضة مخصبة. بينما الذكر، ذكر النحل يطلع من بيضة غير مخصبة. هاي فرق مهم. العاملة عندها آلة لسع، الذكر ما عندها آلة لسع.
ناخذ مجموعه من النحل ونبقي الملكه بمكان، وناخذ هذه المجموعه حتى يعني النحل يشوف انه ما عندهم ملكه. بعدين راح يسوي ملكه جديده، يغذي احدى البويضات من عمر 3 ايام، يبدي يغذيها بالغذاء الملكي. هذا واحد من منتجات الخليه المهمه. من يغذيها بالغذاء الملكي راح سبحان الله يصير عندها اعضاء تناسليه، وراح يصير حجمها اكبر وصير ملكه. هاي فد هذا تطلع بعد 16 يوم ملكه متكامله، تتلقح، نعطيها مجال اسبوع تتلقح، تصير خليه مستقله. هاي بصوره بسيطه جدا عمليه اكثار خلايا النحل. إذن راح نشوف هذه الخليه الثانيه، خلينا نشوف شنو موجود. طبعا نفس العمليه، شنو تشوفون هذا اللي هو العقبر اللي قلنا عليه، هذا بعدين صراحه نسولف عليه. هذا طبعا هذا يعني كود احنا نفرزه نطلع النظيف مالته مثل ما تشوفون. هذا اطار نفس العمليه، اطار ببويضات ببيض مختوم بعسل بالضبط. شوف اتعلم المصلحه استاذ جاسم، باقي يومين وراح افتح ملحن مثل زين. تعلم المصلحه، عسل مختوم وحضنه وإرقات. طبعا هسه من النادر جدا انه نشوف ذكور، جدا نادر بهيك توقيت. لذلك الخليه اللي تفقد عندنا ملكه، يعني مثلا اثناء الفحص والملكه ماتت، او صار اعتداء خارجي على الخليه والملكه ماتت، او يعني فقدت الخليه ملكه، بهيك توقيت عندنا نسبه النجاح ما يتجاوز 25% نسبه نجاح انه نسوي ملكه جديده. فبالعاده نصح لدمج، ندمج خليتين، اقرب خليتين بملكه واحده. طبعا كود بشرط انه الملكه الثانيه ما هي نفس العمليه. يقدر نلاحظ وجود الملكه، يعني كود ندورها. هذه والله استاذ جاسم صار ديب، انا خليتها للشغله انا خلاص. يعني هذه صبعي تجي بالزوم ما اعرف. ما شاء الله قناة التغيير اسمحوا لي انه اني اشتغل بين الاعلام وما بين خلايا النحل، يعني بيها فد مورد زين. شو تقول عنها؟ اي ليش لا؟ والله هواية، هي بديناها احنا كلياتنا كهواية. يعني انا بالنسبة لي انا خريج حاسبات وكنت موظف، يعني ما بيها وبديتها هواية. بس السيد المصور لو ياخذ لنا زوم الملكة، لانه هاي مهمة مو دائما نلقاها. طبعا تكون مميزة، حجمها تقريبا ضعفين الى 3 أضعاف حجم النحل. طبعا يعني لو بالموسم الربيع كان راويتكم الملكة الملقحة عن الملكة الأمواية شنو فرق. هاي تكون بطنها داقة، اجناحاتها مضمومة، ذيك اجناحاتها تكون مرفوعة بطنها، يعني احنا ننصح لها بتعبيرنا العراقي رعنة، تمشي تصعد فوق النحل تنزل فوق النحل كذا زين. ها طبعا يعني فضل لله انه يعني. ايه بسهوله. احنا مرات نفحص منحل كامل وما نلقى ولا ملكه، ما نشوف ولا ملكه، لانه احنا عاده ما ندور على الملكه، ندور اكيد ندور على اثار الملكه. من نلقى اكو بيض عمر يوم او يومين بعد ما ندور ملكه، من نفحص خليه يعني نهائيا. بلي موجوده هي، وبعد ما ندور خليه، ايه ما ندور عفوا ملكه. بس احنا هنا تقريبا هاي الامور اللي بداخل الخليه شفناها وعرفناها. خلينا نطلع برا حتى نعرف هذا الطائر اللي يكون هو احد اعداء. هسه راح نجي نسولف على اعداء النحل. اول عدو من اعداء النحل هذا اللي تشوفوه، هذا الزنبور الاحمر. هذا اليوم ما شاء الله كلهم جاهز على حق. هذا الزنبور الاحمر، هذا الزنبور الاحمر نصيح له احنا ذئب النحل. هذا شنو شغلته؟ هذا يجي ياخذ النحله ياكلها، يقطعها ياكلها ويوديها الافراخه. من منطقة ما مخدومة، يعني هسه هاي المنطقة لو شوفوها، هاي المنطقة ما مخدومة، بيها بذول هواية، بذول روائية هواية. فبالعادة تكون بيها خلايا الزنبور نشطة هواية. هذا يعني يسبب خسارة 50% بالمناحل إذا ما تعالج. عندنا كذا علاج له، اكو علاج اسمه أجتة، نخلطه ويا لحم مثروم في نوع من السم. هذا الزنبور يجي ياخذ هذا الجزء مالت اللحم يوديه للخلية. فاحنا ايش راح نسوي؟ راح نسمم الافراخ والخليه، خلينا نقول. فنساهم مثلا كل اسبوع بس كود نكافح. من نعوفه اذا بدون مكافحه نهائيا يعني ينشط نشاط كلش قوي ويسبب لنا اضرار كلش قويه، خاصه بالمناطق الما مخدومه. اكو علاج اخر انه بالموسم، موسم بدايه موسم الربيع، موسم تكاثر الملكات مالت الزنبور. هاي قبل كان يعطون 5 دنانير على الملكه. بالمنطقة ننشر الجهال
ونط 5 دنانير ايام هذا، وبعدين صارت بربع دينار 500 دينار الملكه. ليش الملكه؟ الملكه طبعا هم حجمها يكون مميز كبيره بس تفتر. هذا من يقتل الملكه تخلصت من خليه كامله، خلصت من مستعمره زنبور كامله، فالموضوع يصير اسهل بالقضاء عليه. هسه راح نطلع برا حتى نشوف، راح نطلع نشوف كلامك هذا سيد المصور اللي ياخذ لقطه عليها. هذا الزنبور اللي شايل النحله، شايل النحله وقاتلها، ويعني بانتظار ان هو يوديها فريسه لاطفاله او للخليه اللي متواجد بها. اذا خلينا نطلع لهذا الطير اللي برا. الطير يعني اسمه ابو الخضير، وبعض المناطق بالجنوب يصحوا له قارور. الابو الخضير او الخضيري هو طير مهاجر، يعني طائر مهاجر يجي بموسم معين ويروح، بس التكاثر مالته همتين باكتاف الانهار، اكتاف البزول اكثر شيء. المشكله هذا بالمكافحه مالته صعبه جدا، لانه هو طير يعني ومن نوع جدا سريع. هذا يلتقط النحل بمنقاره هو وطاير، يلتقط النحل هو وطاير بمنقاره، ياكل كميات كبيره كلش من النحل. النحل كشيء دفاعي من يسمع صوته، من يسمع صوت الطير يقوم ما يطلع من الخليه. النحل من ما يطلع من الخليه شو يصير؟ يصير عندنا استهلاك ماكو انتاج، يعني يقوم ياكل العسل مالته، ياكل حبوب اللقاح اللي عنده الخزين. بالنتيجه من طول فتره البقاء مالت الطير، مستعمرات النحل عندنا او خلايا النحل راح يصير بها تراجع، لانه تغذيه غذاء ماكو، فمن ماكو غذاء الملكه تقطع بيض ما تبيض، بالنتيجه راح يقل عدد النحل، بالنتيجه راح يصير انهيار عندنا مستعمرات بخلايا النحل، فيسبب لنا في خسائر اقتصاديه كلش كبيره. طبعا بالنسبه للمكافحه مالته اكو عده اشكال، شكل منها يعني بالكسريه هاي الهوائيه احنا نصيح لها، يعني تقتل الكتله، تقتل اثنين ثلاثه خمسه وكل شيء هوايه. هو يعني هسه ما اعرف هسه هو بدت الدنيا تصير مغرب، فما اتصور راح يبقى يعني، بس ما ادري سمعون صوته ولا هذا كله صوته. هسه من جينا كان هنا موجود على يوقف على الاشجار. وبالنسبه لل يا اما بالكسريه الهوائيه ذاك واحد، هذا احد الطيور زين، ذاك شوف هسه يوقف اذن هنا جينا كم واحد ذاك الاخضر زين، لونه مميز وشكله حلو، هو كطير شكله حلو بس سبحان الله. كل حلو بيلوله زين، هذا اللوله مالته يمرضنا يعني مناحل يسكتها يبلي زين. واكو طريقه ثانيه بالمناطق المفتوحه مثل هاي، نحط شبكه على طولها. هو كطائر ما اعرف ما يشوف او يعني عنده مشكله، مو ذكي بس مؤذي، فيجي يشكل بالشبكه. هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة اكو طريقة بالجديد هسه هالقد ما جانا اعداد كبيرة بالسنتين الفاتة قاموا يسموه، وانا يعني انا هاي ضد الطريقة بهاي بصراحة، يعني ولا حتى لو بيئة فيها بس ما اسويها. يجيبون فد حشرات او نحل من غير منحل ويسموه ويطيروه، فهذا الطير النحل ما يرجع لهاي الخلايا باعتباره مو من نفس المنحل، فمن يطير الطير ياكله يقوم يوقع ينسم يعني. انا طبعا مو وياها هاي الطريقة، بس هو كطائر مؤذي جدا ويسبب لنا خسائر كلش قويه. بقى عندنا سؤال اكيد يتبادر لذهن المشاهدين، انواع العسل اللي موجود اكيد اكو كثير انواع، لكن بنفس الوقت اكيد انه اكو موقع ثاني راح نروح له حتى نشوف. ان شاء الله ان شاء الله سنروح لهناك ونراويكم انواع عسل ونفهمكم من يا نبته طالعه وش وقت موسم الفرز مالت هذا النوع المعين، وتفاصيل ان شاء الله للعسل العراقي الموجود حتى المستهلك لا ينغش بالعسال التجارية والمستوردة اللي هسه معروضة. بعد ما انتهت جولتنا بالمكان السابق لخلايا النحل، انتقلنا للمكان الأخير اللي هو راح نتعرف على منتجات الخاصة بخلايا النحل وأيضا أنواع العسل اللي موجود بهذا المكان. علي، شنو أنواع العسل اللي موجود عندك هنا إضافة إلى خلية النحل؟ شنو تنتج غير العسل؟ راح نبدأ بمنتجات خلية النحل. خلية النحل عندنا خمس منتجات رئيسية. رقم واحد اللي هو المشهور الأكثر شهرة اللي هو العسل بنواعة سنجي. رقم اثنين حبوب اللقاح اللي هي هذه، هاي تجمع من تيجان الزهرية للزهور الذكرية. هذا بقيمة بروتينية عالية، لسوء التغذية نستعمله للأطفال بطيئين النمو، يستعمل المواضيع قلة الإنجاب للرجل وللمرأة.
ندخله ويا العسل، اضافه انه مكمل غذائي يعني قيمه بروتينيه عاليه به، وطبعا به انزيمات وبه بروتين وبه فيتامين وطبيعي بيور 100% تجمع ال هاي اثنين. ثلاثه عندنا عقبر النحل اللي احنا حكينا عليه هناك بالمنحل اللي هو هذا حكينا عليه، هاي الماده اللي جمعناها هاي 50 غرام تقريبا، هذه تاخذ بقد حمصايه واكو منها مصنعات يعني يصنعون من عندها صابون، يصنعون من عندها كريمات بشره، يصنعون منها مواد تجميليه للبشره. هاي انتي بايتك طبيعي مفيده جدا الموضوع نقص المناعه، وهسه بالفتره الاخيره يعني مثبته طبيا، مثبته بحوث طبعا بامريكا، احنا هنا للاسف يعني فشي علمي ما عندنا، بس احنا بالتجربه زياده المناعه فشي فعاله جدا. عندنا المنتج الثالث اللي هو الرابع العفو اللي هو سم النحل، هذا طبعا عالميا دا يستخدموه بهواي امور علاجات بطريقه معينه الجمعه. هسه بالعراق عندنا ناس مختصين بالتداوي بسم النحل. والمنتج الاخير اللي هو الشمع، احنا هذا عندنا يعني هسه هذا عسل بشمعه، هذا عسل بشمعه، الشمع لوحده يدخل بصناعات كلش واسعه وبالذات يعني احنا هنا يدخلوه بصناعات التجميليه بالذات. يعني نجي لموضوع العسل، العسل بالعراق عندنا انواع متعدده، يتنوع اسم العسل ونوعه ولونه وريحته وكثافته حسب نوع الزهره، يعني البيئه الموجود بها النحل بالنتيجه نوع الزهره العامه بالمنطقه. بالنسبه لمناطق وسط العراق وجنوبه بصوره عامه، اول انتاج يطلع عندنا عسل زهره القداح، طبعا هذا بالفتره الاخيره بالاختلاف المناخي اختفى تقريبا، قام ما يطلع عندنا، يكون لونه اصفر فاتح جدا خفيف، ريحته نفاثه عاليه جدا ونكهه عاليه به، عسل القداح. يطلع وراء عندنا نهايات شهر الخامس عسل الكالبتوز، هذا عسل الكالبتوز من شجره الكالبتوز او صحله بمناطق قلم طازه، هذا نستعمله لامراض الصدر بصوره عامه، للقحه، التهابات الصدريه، كل امراض الصدر نعطيها عسل كالبتوز. بعده يطلع عندنا عسل زهره البرسيم، يكون لونه اصفر مخضر، هذا لو نحطه بالهذا اصفر مخضر خفيف، ما بيه عطره قويه، هذا ننطي احنا بصوره عامه ننطي الامراض السكري، ننطي له للرجيم، ننطي له للقاعات اهل الدايت، ننطي الموضوع التجميل للخلطات الوجه لانه بارد. بعده يجي عندنا عسل الشوكيات، هذا اللي حكينا عليه هناك عندنا، يطلع عندنا في مناطق معينه، هذا يستعملوه لامراض الكلى، انا بدنا نحكي بصوره عامه. بعده يطلع عندنا عسل الكوكتيل اللي هو اخر فرزه اللي هسه تطلع عندنا شهر نهايه شهر السابع، هذا يكون خليط من الازهار، كوكتيل هو خليط من عده ازهار، نحل زائر عده ازهار، نصح لعسل كوكتيل. بعد عسل الازهار، بعد عسل الازهار المتنوعه والمالتي فلاور، يطلع نصفي الخلايا وننقل المناطق السدر. السدر طبعا هذا من اشهر واغلى انواع العسل بالعراق وبالعالم، هو الاشهر وهو الاغلى، هذا كله في انتاجه عالي، الطلب عليه عالي، حتى اسعاره تكون تقريبا ضعف السعر العسل العادي، يكون لونه طوخ هل تشوفوه وثخين ونكهه بيه مميزه، نكهته عاليه ومميزه. هذا اللي بصوره عامه الاعسال الموجوده عندنا في وسط وجنوب العراق، غير الاعسال اللي قاعد تنعرض عندنا بالفيس، ده تنعرض عندنا بالاعلام، وده يتروج على انه عسل ابيض، عسل اخضر، عسل نخيل، كلها ما لها صحه، مصادرها مو موثوقه اخوان، مصادرها ما نعرفها شنو هي. فما ننصح بها، دائما اخذوا الاعسال اللي معروفه ببيئتكم حتى تستفادون من عندها. اذا تقريبا انتهت جولتنا اليوم. شرفتونا، انستونا، وما انقرصتم على الاسف. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، انتهت جوله مراسل لهذه الحلقه اليوم في كربلاء المقدسه. رافقنا اليوم الاستاذ علي المرشدي، وكانت الجوله مثمره، تعرفنا على كافه انواع العسل والنحل وايجابيات وسلبيات هذا العمل الشاق بصوره واقعيه وايضا خطره. اذا مشاهدينا الكرام، نلتقي واياكم بجوله جديده من قناه التغيير الفضائيه، مع السلامه.